عليكم السلام، نعم ممكن أسأل سؤال؟ اتفضلي. لا، هل يجوز إخراج زكاة المال فطور الطعام أو كسوة أو شيء غير المال؟ يجوز إلا في حالة سفه ولي الأسرة، يعني مثلا إذا كان رب الأسرة فقيرة، هو ايوه فقير لكن سيأخذ المال يشتري به مخدرات، فحينئذ يجوز أن أقيم نفسي مقام ولي السفيه وأشتري لهم عينيات نافعة مثل الرز مثلا، مثل الأشياء النافعة الضرورية، وأعطيها للأسرة إذا كان رب الأسرة سفيها.